في الاداء اللي عم تحكي عنه انت. بي اس 2 المرحله المفضله عند محترفين سماش كلهم على جميع المستويات. نشوف هنا اي 7 راح يبلش كومبو سريع من الداون ثرو الاب اير تشينز. حلو احنا قاعد نضغط بشكل كبير. نشوف الايدج جارد حاليا اكزيو بيرجع على طرف المرحله. ارك فاير هذه الوضعيه اللي هو يبيها ورد الدمج بشكل كامل. مثل ما قلت لكم يا جماعه الخير هيت بوكس ميتا نايت جدا غريب والزون اوف انفلونس ماله يعني عكس الزون انفلونس عند روبن بشكل كامل. فشفت انه مثل ما شفتوا يا جماعه الخير قدر انه يتفادى الارت فاير باستخدام الديمنشنال كيب. شوفنا هيا الاكزيوب باستخدام الكوماند جراب اللي هي نصفراتو. حلو اجريسيف ايدج جارد باستخدام النير. ايوب مش طبيعي. حلو الداون تلت داون ثرو. بنشوف ما راح يقدر يبلش كومبو لكن حلو استخدام النير. ما عنده جام. ايوه نترو البي. عفي عليك اي 7 عفي عليك اي 7. شوف الحين حلو الباكير. شوف ان اي 7 قدر يرد نتيجه المباراه 2 6 2. اي 7 ماسك السنتر ستيت وترويله تنصاد بالارك ثندر. الثندرات نشوفها يمين يسار 86%. قل حاول انه يبنش الدمنشنال كيب بالجابات لكن ما هو قادر. ما هو قادر يا جماعه الخير. فرق برسنتج 90% لصالح اكزيو لكن ال11 سورس موجود للحين ما خلصت لان انا شفت البرون سورس من ساعه. داون ثرو حلو اب اير تشينز لكن حلو ممكن شفنا اس دي اي خفيف من عند اكزيو لانه قدر انه يفلت من الكومبو وحاول يصيد الترويله لكن ما قدر. 2 ستوكس 2 اي 7 قاعد يرد الدمج شوي شوي للامانه 49% بالمقابل 102. حلوه الدش اتاك. 11 سورد خلص راح يستخدمها بالليج ترابينج جدا جميل. اكزيوب خرافي للامانه التبييتات البانشات. 11 سورد رجع فول هيلث اب بي. الدي اي كان تعيس من اكزيوب ولكن عايش 40% فرق الدمج يرجع على طرف المرحله. اي 7 نوعا ما استعجل وشبك طرف الداون سماش يا جماعه على الارك فاير مش طبيعي. 2 ستوكس 2 1 حلو النوسفيرات وكوماند جراب فراح تمسك الشيلد. حلو الجنتلمان رابد جابز من اكزيوب. اكزيوب ماسك السنتر ستيج حاليا. الوف بانشنج من عنده جدا جميل. ودي اشوف وف بانشنج افضل من اي 7 للامانه لان اكزيوب قاعد يرتكب اخطاء لكن مو قاعدين نشوفها. باكيرات حلو داون تلت. اوه اكزيوب حاول انه يدور شيء شغله كيوت جاب 1 2 وحاول يصيد بجراب لكن بيرفكت بانش من اي 7 للامانه. فورد سماش ذبحته وضعيه جدا خطيره حق اكزيوب وفير خذ لك بيتزا على السريع. شوت اوت تو ار كي بي. ومش معقوله الثندر الصغيره ذبحت على 100 وكم كان 120 130 مو معقوله. 1-0 حاليا لصالح تي ام اكزيوب 1-0. انا سامع البانات من اكزيوب اف دي وسماشفيل ممتاز للامانه بانات المراحل لان اف دي راح تعطي حق ميتا نايت مساحه انه يبلش كومبواته لان اكزيوب ما راح يقدر انه يهرب من الكومبوات اللي هي من الداش اتاك او من الداون ثرو. كذلك سماشفيل مو من صالحه مرحله وايد صغيره فا اي 7 راح يقدر ينحاش من البروجكتايلات وراح يقدر يلعب كلوز كوارترز ضد روبن اللي هي من اخس الوضعيات عنده. مثل ما شفنا كلوز كوارترز على طول اكزيوب خسر النيوتري ذيك الناحيه. ارت فاير انتو جراب وعلى طول نير بالليفن. طبعا يا جماعه الخير للي مو فاهم الليفن سورد روبن عنده سيفين. عنده الليفن سورد اللي هي السيف بالكهرباء فيها دمج اعلى ونوك باك اعلى فراح يقدر يذبح. وعنده البرون سورد اللي شفناها الحين بالجابات. طبعا الليفن سورد لها هيلث نشوفها فوق فوق الدمج بار عنده ونشوف انه كل ما استخدم الحركه قاعده تقل. الا سبايك اكزيوب يشبس اي 7 3 ستوكس 2 متصدر من عيد الاستوكات. اكزيوب خرافي للامانه لعبه خرافي خرافي خرافي. حلو
جابات 89% على اكزيوب حاليا اوف ستيج يرجع على طرف المرحله A7 حلو الفورد سماش لكن المفروض ان اخرها فريم فريمين حلو ليجند تراب اوبورتونيتي واكزيوب قرد دمنشن الكيف لكن ما قدر يبنشها حلو يعني الايردج كانت خطيره ولكن هيل شوفوا يا جماعه الخير 25% من كوماند جراب وهيل فوق 17% عليه والله العظيم حركه مو صاحيه على فكره حدها غش 40% فرق الدمج ستوب كام لصالح اكزيوب يحذف الارك فايرات حاول انه يزيد الترويله ما قدر اي 7 فورد سماش بس كذي على الطاير ضبطت وياه 71% 2 ستوكس تو 2 حلو نوتر بي انتو داش اتاك جماعة الخير جيم خرافي فارق الدمج 80% ولكن اي 7 قاعد يرد نتيجة المباراة اكزيوب شوي قاعد الموفمنت عنده حد اجريسيف فاي 7 قاعد يعتمد على الوف مانشز بشكل اكثر وهذا الامر المطلوب بهذا الماتش يا جماعة الخير مثل ما ذكرت في الجيم الاول لابد ان اي 7 يعتمد على الوث بانشنج اكثر ونشوف انه بما انها قاعد تستخدم تقنيه الوث بانش الحين قاعد يؤدي بشكل افضل بانش على الرابد جاب باكت رول جدا جميل تراجع من اكزيوب الويف لاند وايد كيوت ويك باك اير يرجع على الليدج اي 7 يحاول انه يرقد يقرا ترويلات حلو يتجنب مثل بي اب اير انتو اب بي حلو الدي اي اكزيوب الى الان ما مات لكن اي 7 رد الدمج ترى ولا اجريسيف داون اير اكزيوب حد ريسكي حد اجريسيف يعني هو يعني للحين يا اكزيوب عندك الليد فمو بالضروره انك تلعب كل الريسك هذا 60% حاليا من طالعك الدمنشنال كيب ياخذ الستوك 161% مثل هذه الوضعيات ترى توتر اكزيوب كلاعب يحس ان الليد كان من صالحه ورتم الجيم بدا يتغير شوي وبالرغم عن عدم وجود البملات ياخذ الستوك 31% حاليا داش اتاك انتو اب اير حلو داون اير نايس باكترو حلو داون ثرو بوشامس لعبه جدا ممتازه للامانه الحين اكزيوب ما عنده جنب يستخدم الاب بي بشكل مبكر نشوف حاليا انه قاعد يدور ترويله على اساس انه يقدر يضبط ولا حدها خطيره الانتر اكشن وحده غريب حده ريسكي بنش على النصف راسه من اي 7 للامانه بنش كبير اف ايرات من اكزيوب للامانه قاعدين نشوف ابسيتات يعني ممكن نشوف ابسيتات غريبه شفنا ماجيشن ضد فيصل شفنا جنزو ضد اس بي كي هل معقوله انه راح نشوف التوب 3 بهذه البطوله كلهم باللوترز براكت لكن شوي مبكر لنا اكزيوب خذ الجيم الاول فراح نشوف اذا ونشوف هي كونفيرم لا حاول انه يلقط الارض الثانيه ياخذ الجيم 1-1 ياخذ الجيم 1-1 مش ممكن بوشمس ياخذ الجيم الثاني جيم كان حده كلوس حده كلوس يعني عندنا امكانيه نشوف شيء جدا غريب في هذه البطوله يعني راح نشوف التوب 3 اللي مشاركين اللي هم اس بي كي وفيصل واكزيوب باحتمال كبير انه ممكن كلهم يكونون باللوزرز براكت فيصل اوريدي باللوزرز سعيد اوريدي باللوزرز هل اكزيوب راح ينضم لهم ولا لا راح نشوف سمول باتل فيلد اختيار المرحله من اكزيوب روبن فيرسز ميتا نايت يا جماعة الخير مثل ما قلت لكم راح يكون ماتشب نوعا ما غريب A7 لما نعتمد على الوف بانشنج بشكل أكثر نشوف إنه قدر إنه يحقق نتيجة المباراة 3 ستوكس تو 3 شوف سمول باتل فيلد نوترال اير قاعد يعتمد على النوتر بي بشكل اكثر واعتقد ان هذا الشيء راح يكون من صالح اكزيوب للامانه يا جماعه الخير اي 7 قاعد يلعب رش داون اكثر فانه يكمبره باستخدام النوتر بي ممتاز جدا لكن انا قاعد اشوف ان الوف بنش عند اكزيوب نوعا ما ضعيف ما هو قادر انه يبنش اي 7 من درعه ولكن نشوف اي 7 قاعد يبلش بريشر جدا جميل والنص فراته ما ضبطت وياه نشوف حاليا ذاتس ات السبايك بالسايد سبيشل مش ممكن هذه على فكره انا اكلتها بعد ما خلصنا من البطوله الاخيره A7 سواها ضدي ف
فتقنية يعني كان يستخدمها يعني او كان يتمرن انه يستخدمها. ونشوف ارك فاير من بعد الارك فاير كان في الثندر شفنا حلو نو فامل حلو ريستوكس تو تو وقول الحين ما عنده جم لكن يرجع على الليج شفنا ليه الحين عندها 11 سورد قاعد يحاول يدور باك اير فور دير شيء عرفت شلون داش اتاك الحين حذف الارك فايرات ايوه اخر ضربه ارك فاير وحذف الكتاف خلص الارك فاير الثوران ما ضبطت قول والله العظيم كان تتهرع فولي شارج فور سماش والنوتل بي خلصها تو ستوك تو 45% للامانه ما هو ديفيزيت يعني وايد شين لان روبن عندها القدره انه يرد الدمج بشكل سريع والباريات خرافي اي 7 للامانه فور تلتات 64% حلو الدشتات رانينج بالمية حلو التك يرجع اكزيوب الابي خلص ولكن نشوف الحين ما قرا الترويله والباكير 121% اكزيوب الكتاب موجود فراح يقدر يستخدم يرجع بالابي ونو تك وان مور ستوك نسمع التشجيع من الكراود يلا بنشوف الحين اذا اي 7 راح يقدر يخلص هذه المباراه ولا لا 44% ممكن نقول بشكل رسمي ان التوب 3 كلهم في هذه البطوله او فيرست 3 سيدز كلهم باللوزرز براكت حلو داون ثرو انتو ابير شوف اذا اكزيوب راح يقدر يردها ولا لا رابد جاب داش اتاك اكزيوب راح للامانه اكزيوب ما هو قادر انه يبنش هذه الديمنشنال كيبس الديمنشنال كيبس هذه سببها ازمه له للامانه لكن انا ملاحظ ان اي 7 دائما يستخدم الديمنشنال كيب ويسوي لاند على البلاتفورم فراح نشوف اذا هاي الهابت راح يصيدها اكزيوب ولا لا فورد سماش لكن الدروب زون ايدج جارد عند اي 7 يرجع اكزيوب الابي لكن الدي اي موجود من اكزيوب ما عنده جام ومتر الاير ويفوز بنتيجه 2-1 اي 7 ابست سيتي في هذه البطوله يا جماعه الخير التوب 3 كلهم باللوزرز براكت سعيد خسر ضد جنزو باللوزرز اكزيوب خسر ضد اي 7 الحين بالوينرز بروجكت فيصل خسر ضد ماجيشن بطولة يعني شو أقول لك